في مرمى مسلم الحدد البرميل ثلاث كرات تصطدم بالعارضان عبد الحفيظي اخيرا يتمكن من وضع كره في الشباك يمتلك منح التقدم لفريق الرجاء فرحه كبيره للفريق الاخضر تبدو التمريره من عبد الحفيظي وفي مرمى مسلم الحدد الجديد الحفيظي يتمكن من استرجاع الكره لوضع كره ممتازه من صوفيا الرحيمي هنا اكيد التمريره الحاسمه وعبد الحفيظي في المكان المناسب يضع الكره في شباك الحارس محمد فردي عبد الحفيظي الهدف الرابع هذا الموسم يوم لنا اول فرصه تدخل جيد تبدا الكره محسن متولي متولي ممتازه ممتازه صوفيا الرحيمي في اول لمسه ايوب ناناح يضع الكره في الشباك دخول ايوب ناناح كان فرصه صوفيا الرحيمي ليرفع الكره على مرمى الحارس محمد الفردي مره اخرى الكره تصطدم بالعارضه والمتابعه لايوب ناناح الذي يتواجد في المكان والتوقيت المناسب يضع الكره في الشباك والهدف الثاني لفائده فريق الرجاء اذا ايوب ناناح دخول ديالو يمنح هدف ثاني هدف اكيد اللي كينزل كقطعه الثلج على اللاعبين وعلى الطاقم التقني واكيد على الجماهير الاولمبيه لاحظوا الهدف حتى الفراغ على مستوى الدفاع ديال الفريق الاولمبي كل تمريره ممتازه من محسن متولي صوفيا الرحيمي المتالق رفع الكره بشكل جيد مره اخرى العارضه تعاطفت مع فريق اولمبي كوريغا ولكن ايوب ناناح يضع الكره في الشباك وبالتالي هدف ثاني لفائده فريق الرجاء مما يزيد من صعوبه مهمه اولمبي كوريغا ومما يقرب الروارد وهذا ما يحاول من خلاله لاعب عظمة الهدف كما ذكرت كل شيء وارد والسنغالي أدما من جديد يمنح يعني ثقة وأمل بالنسبة للاعبي فريق أولمبيك أوليبيا هدف الأول اللي كيجي في حدود الدقيقة 44 بواسطة أدما ديوم اللي ذكرت بأنه عنده إمكانيات جيدة اللاعب السنغالي هنا التمريرة تمريرة ممتازة من وراء ظهر اللاعب الكاميروني فابريس السنغالي بمراوغة لمدافعين يتمكن من وضع الكرة في شباك الحارس أنس الزيتي إذا هدف لفائدة فريق أولمبيك أوليبيا اللي غيخلي بأنه اللقاء يكون أكثر إثارة وأكثر